نستأنف الاجتماع إذن يصحح الرئيس. لقد علمت من جانب الأمانة بأن محصي أوراق الاقتراع قد انتهوا من عملية الإحصاء، وعدد الأوراق هو 47 ورقة اقتراع. عدد الورقات غير الصالحة هو 0، وعدد ورقات الاقتراع الصالحة هو 47 ورقة اقتراع. بالنسبة للامتناعات هناك 0 امتناع، بالنسبة لعدد الأعضاء الحاضرين والذين صوتوا هو 47، والأغلبية العادية الضرورية هي 24، وعدد الأصوات المحصل عليها صاحب السعادة عمر الزنيبر الممثل الدائم للمغرب حصل على 30 صوتا، وصاحب السعادة السيد كوليسي نكوسي الممثل الدائم لجنوب أفريقيا قد حصل على 17 صوتا. وبحصوله على أغلبية الأصوات فإن ممثل مجموعة أفريقيا يتم انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان للدورة 18، وهو السيد صاحب السعادة عمر زنيبر. I have the honor. يشرفني الآن أن أعلن عن صاحب السعادة عمر زنيبر ممثل المغرب الدائم منتخبا بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.